في الأراضي المحتلة شيع عشرات الفلسطينيين جثمان شاب استشهد برصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد الشاب محمد أبو حليمة جراء إصابته بطلق ناري في صدره خلال مشاركته في المسيرة. ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية مسيرة العودة الكبرى في مارس الماضي إلى 173، فيما أصيب أكثر من 1700 شخص بإصابات مختلفة.